بسم الله الرحمن الرحيم. درس جديد تعرف معالجة البيانات. اثنان صفحة 63. نذهب ونطبق. الرسمان يمثلان مبيانين مختلفين لمبيعات متجر للذهب، يساعد آليا على قراءتهما وفهمهما. نقرأ ونهدد عدد المبيعات من كل سنة. الألعاب الإلكترونية كما تلاحظون في الجدول، المحور العمودي يمثل يعني عدد اللعب، عدد الألعاب التي بيعت. المحور الأفقي يمثل أنواع اللعب. إذا فالألعاب الإلكترونية عدد مبيعاتها هو 70، المكتوب 70. بالنسبة للجمعة 60، سيارات إذا السيارات هما في النص سيدنا غادي نديرو 55. بالنسبة للدراجات 40. نقارن ونحدد الألعاب الأكثر رواجا. الألعاب الأكثر رواجا بالطبع فهي الألعاب الإلكترونية التي بيعت فيها 70 لعبة. الألعاب الإلكترونية هي الأكثر رواجا. أقل رواج بالطبع فهي الدراجات. المبيعات التي تتعدى 50 لعبة يعني تتجاوز 50 لعبة، المبيعات ديالها هي كالتالية: الألعاب الإلكترونية، الجمعة، والسيارات. نكتب الألعاب الإلكترونية، الجمعة، والسيارات. نكمل ملء الجدول والمبيان الدائري. إذا سنكمل ملء هذا الجدول وهذا المبيان الدائري. نبدأ بالجدول. إذا الصنف الألعاب الإلكترونية، العدد، العدد الذي بيع فيها هو الذي بيع فيها هي 70. الدمى عدد المبيعات 60. الدراجات عدد المبيعات 40. السيارات عدد المبيعات 55. إذا الألعاب الإلكترونية 70، الدراجات أو عفوا درجات الدمى 60، ثم الدراجات 40، السيارات 55. التمرين الأول. الجدول يبين كتل وسرعة بعض الحيوانات. أحدد لهذا الجدول كيبين الكتلة والسرعة ديال الحيوانات، الغزال والكنغر والدولفين. إذا الكتلة بالرم يعني الوحدة ديالها هي الكيلوغرام، أما السرعة فهي كيلومتر في الساعة، كيلومتر باغ. إذا كتلة الغزال هي بالطبع 50 كيلوغرام، كتلة الكنغر 70 كيلوغرام، كتلة الدولفين 140 كيلوغرام. إذا سرعة الكنغر، سرعة الكنغر 60 كيلومتر في الساعة، 60 كيلومترا في الساعة. سرعة الدلفين هي 26 كيلومتر في الساعة. وقارن ثم أحدد. أثقل هذه الحيوانات هو الدلفين لأنه يزن 140 كيلوغرام. أخفها الغزال ب 50 كيلوغرام. أسرعها هو الغزال، الغزال 70 كيلومتر في الساعة. أبطأها هو الدلفين. نكون قد أنهينا الصفحة 63. التمرين الثاني. ألاحظ البيانات المتعلقة بالرياضات التي يمارسها تلاميذ مؤسسات علمية بمدينة العيون. كرة اليد هاندبول 70 ممارسا، كرة السلة باسكتبول 100 ممارس، كرة القدم فوتبول 150 ممارسا، كرة الطائرة فولي بول 90 ممارس. أحدد عدد ممارسي كرة اليد. عدد ممارسي كرة اليد بالطبع هو 70. إذا نكتب 70 كرة اليد، عدد 70. إذا كرة السلة 100 ممارس. كرة القدم، كرة القدم عدد الممارسين هو 150. إذا كرة الطائرة عدد الممارسين،
تفرض الطائرة عدد الممارسين يأتي 90 ممارسا. إذا نحدد عدد ممارسي كرة اليد، عدد ممارسي كرة اليد بالطبع هو 70 ممارسا. عدد ممارسي كرة السلة 100 ممارس. الرياضة التي يمارسها أكبر عدد هي كرة القدم، لأن العدد 150 أكبر من 170. الرياضة التي يمارسها أصغر عدد بالطبع هي كرة اليد. ثالثا، التمثيل المبياني الدائري والتالي يمثل إنتاج الفواكه في إحدى الضيعات بإقليم تونس بالكيلوغرام. أحدد ما أنتجته الضيعة من التين. إذا ما أنتجته الضيعة من التين يقارب 450 كيلوغراما، 450 كيلوغرام. العنب 500 كيلوغرام، العنب 500 كيلوغرام. المشمش 100 كيلوغرام. الزيتون 250 كيلوغرام. أقارن ثم أحدد الفاكهة التي أعطت أكبر كتلة. الفاكهة التي أعطت أكبر كتلة هي بالطبع العنب، أصغر كتلة المشمش، أكثر من 400 كيلوغرام هي العنب والتين، أقل من 300 كيلوغرام المشمش والزيتون. يعني لاحظتوا المشمش الزيتون 250 كيلوغرام و المشمش ب 100 كيلوغرام، اقل من 300 كيلوغرام. التمرين الرابع، التمثيل المبياني واسفله يبين معدل الوقت الذي يقضيه سكان احدى القرى بمنطقة الريف بالمغرب امام التلفزيون في الايام الثلاثة الاخيرة من الاسبوع. ايام بالطبع هي الجمعة والسبت والاحد. تنظم البيانات في الجدول. إذا لاحظنا المبيان هنا محور أفقي يمثل الأيام، محور عمودي يمثل المدة بالساعات، المدة بالساعات. إذا أيام جمعة المدة الزمنية التي يقضيها سكان هذه المنطقة هي 4 ساعات. بالنسبة للسبت فهم يقضون 3 ساعات ونصف، أي 3 ساعات و 30 دقيقة. الأحد ساعتان ونصف، إذن ساعتان و 30 دقيقة. أحدد المدة التي يقضيها السكان القرية من التلفزيون. يوم الجمعة، يوم الجمعة يقضون 4 ساعات، يوم السبت 3 ساعات ونصف، 3 ساعات و 30 دقيقة، يوم الأحد ساعتان ونصف أو ساعتان وثلاثون دقيقة. أقارن ثم أحدد اليوم الذي يقضون فيه أطول مدة أمام التلفزيون. نعم بالطبع، فاليوم الذي يقضون فيه أطول مدة هو يوم الجمعة، أقصر مدة هو يوم الأحد، لأن يعني الناس يعني لا تقضي بمعظم أوقاتها يوم الأحد في المنزل. التمرين الخامس، يبين الجدول التمثيلان المبيانيان مبيعات السيارات لشركة خلال شهر يونيو. إذا شهر يونيو هناك ثلاثة أنواع من أصناف من السيارات، صنف A وصنف B وصنف C. هنا العدد ديال السيارات المباعة، لهذه السيارات المباعة. انطلاقا من التمثيل العامل، وحدد الخطأ التي ارتكبها المحاسب في الجدول وفي التمثيل الدائري ثم أصححها. إذا سنصحح هنا في الجدول بالطبع، فصنف A هنا عدد السيارات التي بيعت فيه هو 250. إذا نتأكد في الجدول هنا نلاحظ أنها 200، صحيح هو 200. صنف B، صنف ب 200، إذن 300، إذن 250، أيوا 350 نكتب 250. صنف س نكتب 200، إذن سنتأكد هل هي 200، إذن فهي 350، 350. إذن صنف س بيع فيه 350، صنف ب بيع فيه 250،
صنف أ بيع فيه 200، نصف أ 200، إذا نصحح هنا نكتب 200 وهنا نكتب 250، وفي الصنف سي سنكتب 300، إذا 305. إذا الصنف سي 350. الثمن السادس يمثل الجدول والرسم المبياني ارتفاع بعض المعادن بالمغرب، اقرأ البيانات ثم اكمل تمثيلها وحددوا اعلى مثل. اذا هنا صومعة مسجد وارتفاع صومعة الكتب ارتفاع 71 متر، حزن صومعة الحزن الثاني 210 امتار، صومعة حسان 44 مترا. اذا احدد اعلى مئذنة، اذا اعلى مئذنة فهي يعني مئذنة الحسن الثاني، أقل ارتفاعا هي مئذنة الكتب، عفوا إذا فهي مئذنة حسان، مئذنة حسان هي أقل ارتفاعا ب 44 مترا. المئذنة التي يفوق ارتفاعها 150 متر طب هي مئذنة الحسن الثاني. المئذنة التي يقل ارتفاعها عن 70 مترا، المئذنة التي يقل ارتفاعها عن 70 مترا هي مئذنة حسان. إذا نمثل هنا في المبيان، إذا حسان 44 مترا، إذا نمثل أعمدة أفقيا، إذا 44 مترا، إذا تكون تقرب للخمسين، تقرب للخمسين. حسان الثاني إذا 210 أمتار، إذا 210 أمتار، إلى حدود 210 أمتار. 200 كنفوتها بشوية. ثم الكتبية، كتبية 71 مترا، إذا 51 76 70، إذا إلى حدود 70، كتبية إلى حدود 70. سابعا الجدول يبين توزيع المزروعات في ضيعة حسب المساحة. أنقل هذه البيانات هي التمثيل بالأعمدة والتمثيل الدائري. إذا سننقل هذه البيانات في التمثيل بالأعمدة والتمثيل الدائري. إذا نحدد المساحات المزروعة عادة. إذا المساحة المزروعة عادة هي 30 هكتارا، اكتبوا 30 هكتار. المساحة المزروعة قمحا هي 40 هكتارا، إذا نكتب 40 هكتار. المساحة المزروعة شعيرا هي 25 هكتار. أقل المساحات ثم أحدد صنف الحبوب الذي تحتل أكبر مساحة. إذا صنف الحبوب التي تحتل أكبر مساحة هي القمح ب 40 هكتارا، أصغرها طبعا أصغرها هي الفول، الفول ب 15 هكتار. إذا سنقوم بتمثيل هذه المعطيات في المبيان التالي. إذا القمح 40 هكتار، شعير 25 هكتارا، العدس 30 هكتارا، الفول 15 هكتارا، ونكتب إذا الشعير بالنسبة للقمح نكتب 40، شعير 40، عفوا القمح 40، الشعير 25، نكتب 25، العدس 30، نكتب 30، ثم الفول 15، الفول أكتب 15. إذا نكون قد أنهينا هذا الدرس، وإلى اللقاء.